أب عاملين إيه يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت هندلنا الباجينيشن بتاعتنا في السبرينج، لو جينا هنا نعمل ريلود. لو جينا نعمل إيه؟ ريلود. تمام؟ السيرفر بتاعنا مش شغال ولا إيه؟ تمام؟ السيرفر بتاعنا مش شغال. تمام؟ هنشغلوه. عمل سيرف. تمام؟ بيعمل بيلدينج. هنستنى دقيقة. تمام، عمل بيلدينج سكسسفولي. هروح هنا. تمام، فين الداتا بتاعتنا؟ ما فيش داتا بتاعتنا. لو عملنا انسبكت هنلاقي ان في ايرور. تمام، الايرور ده بكل بساطه يعني ايرور متوقع خالص، لان انا هنا لو رحت في السيرفيس بتاعي اهو، السيرفيس بتاعي اهو مش ده هنا. تمام، ان انا هنا في الجيت ستودنتس انا عامل يو ار ال ده، واحنا قلنا اليو ار ال ده ايه؟ خلاص انتهى. فهنا المفروض هقول له بلس بلس ايه؟ بلس. هنعمل المفروض زي ما عملنا في البوست مان، بيج ايكوال، هنعمل هنا هتبقى البيج اند السايز ايكوال سايز. واكيد لازم نروح هنا نخلوه ياخد بارامتر اللي هو البيج والسايز. ممكن تعمل هنا نمبر وممكن ما تعملش as do like do. تمام، هنا خلاص خلصناها. فهنروح هنا في الكومبوننت نهندل برضو الدنيا هناك. فين الستودنتس اهي، ال HTML اهي، هنجيب الكومبوننت. طبعا هنلاقي ايرور، طبعا ايرور متوقع اللي هو ايه، فين الستودنتس اهو، جيت الستودنتس اهو، في هنا ايرور. المفروض هنا يكون في بيج. تمام، وايه وسايز. فانا هطلع فوق هنا هقول له بيج نمبر ايكوال زيرو، وبيج قصدي وسايز نمبر ايكوال وليكن 4 او خليها 2. تمام، اهو خلينا نعمل ريران. طبعا الايرور اللي ظهر في الجنب ديت دي مش ايرور، البرنامج ده ساعات بيحصل فيه دبليكيتد وبيجيب كل حاجه ايرور ايا كان. خلينا نشوف، طبعا طلعنا ايرور. خلينا نقفل، ثواني هقفل البرنامج واشغله تاني. تمام، طبعا انا فتحت قصدي قفلت البرنامج و فهو تاني. تمام، زي ما قلت لكم بيجي دوبلكيتد كده ايا كان. تمام، هنلاقي عندنا اور بسيط في البيج والسايز من انهم متعرفين فوق. هنحط قبليهم كلمه زيس دي كي وورد، واكيد كلنا عارفين وظيفتها. تمام كده، عملنا زيس دوت بيج وزيس دوت سايز. تمام، هنا بيروح للسيرفيس يديهم السيرفيس. تمام اهو، وبيحط اهو. المفروض نروح هناك، مفيش برضو داتا. لو جينا في الكونسول في الانسبكت عندنا 6 ايرورز، بيقول لك اللينس undefined. فلو رحنا هنا هيقول لك ايه، ان اللينس نوت ديفايند. ده اول ايرور. الناس اللي عندها خبره هتعرف انك انت هنا معرف array equal لازم تديله initial value انه فاضي، يعني اللينس بتاعه زيرو. لو رحنا هناك هنلاقي الدنيا اختلفت وجاب لك نو داتا. عندنا ايرور بيقول لك انك انت الريكوست بتاعك مرجع 400، يعني الريكوست بتاعك مش صحيح. لو رحنا هناك هنلاقي فعلا ان احنا حاطين ديت، قلنا اللي هي عند حرف الزاد. تمام، اذا هنا المفروض كله يبقى ايه، سترنج، ما تحطش حاجه ثانيه. انا هنا مزود
اللي هي عند حرف الزال مش سنجل كوتيشن يا جماعه، في فرق ما بين السنجل كوتيشن وحرف الزال، واتكلمنا عليها قبل كده كتير في الفيديوهات اللي فاتت. تمام، كنترول اس كده كل حاجه تمام. تعال بقى نروح هناك هنلاقي كل حاجه مظبوطه. اذا ملاحظين معايا بنرجع اتنين مع ان في هناك اربعه. لو رحت بقى هناك هنا اتحكم فيهم ازاي؟ 0 و2، اذا هيرجع اول اتنين. طب لو عملنا واحد واتنين، بصوا بقى واحد واتنين العمليه هتختلف، 88 و89 اخر اتنين. فاهمين؟ يعني هنا عندنا في الداتابيز، في خلينا نعملهم عدد الاليمنت اللي هي ايه؟ نم element number تمام equal 4 تمام. اذا عندنا 4 وعندنا كام بيج؟ هيبقى عندنا كام بيج؟ البيج يعني بص في السبرينج في الباك هو البيج بيستنتجها، عندي 4 element وعندي عاوز البيج بتحتوي على عنصرين، اذا عندي 2 بيج اللي هي 0 و1، كل واحده فيها ايه اليمنت، فيها 2 اليمنت تمام. طب لو خليت ديت واحد، لاحظوا بقى معايا المفروض يكون في 4 بيج. شوف رجع لي ايه 87 اللي هو الكام الثاني. طب لو عملنا بيج 2 اهو هيرجع لي 88. طب بيج 3 هيرجع لي 89. شايفين؟ اذا ده الباجينيشن. كده احنا هندلنا في الفيديو اللي فات الباجينيشن في السبرينج، وهندلناه المره دي مع الايه؟ مع الانجلر. تعالوا كده في الجيت هاب ناخد ديت باجينيشن، خلينا نكتبها ايه؟ ويز انجلر، كنترول في ويز انجلر تمام. هنعمل اساين يور سيلف سبميت نيو ايشيو، ناخدها كوبي، هنروح هنعمل اد تمام في سي اس كوميت كنترول في تمام كلوزس سي كابيتال كوميت اند بوش كوميت اند بوش بوش. هستنى قبل ما اعمل بوشنج تمام. لو حد بص معايا هتلاقيه عمل لي ايه؟ كلوزد. كلوزد اهي والكوميت بتاعه اهو وكل حاجه تمام. كده يا جماعه هندلنا من ناحيه السبرينج وهندلناها من ناحيه الباجينيشن. المره الجايه احنا هنضيف الايه؟ الباجينيشن بتاعتنا اللي هي ديت هنضيفها هنا، وبدل ما احنا بنتحكم هنا كل شويه عمالين نضيف 0 و1 ونتحكم، لا احنا هنتحكم عن طريق ايه؟ عن طريق دي تمام. تمام جدا. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. طبعا هو جاب لي نو داتا لان انا هنا عملت 12 تمام. ايا كان هنشوف ازاي بقى المره الجايه هنهندل الموضوع بتاعنا، والفيديو الجاي هيكون يا جماعه من اهم الفيديوهات وهنتعلم فيها حاجات كويسه قوي تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه توصل معايا هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكربشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.